بسم الله الرحمن الرحيم. تزامنا مع اقتراب الذكرى الثامنة لدخول الاحتلال السعودي إلى البحرين، نستذكر جرائمهم التي لا تحصى ولا تعد، من قتل النفس المحترمة في الشوارع والسجون، وهدم المساجد، ومحاصرة مستشفى السلمانية لعدة أشهر، واعتقال المصابين والأطباء الشرفاء وتعذيبهم. نهيب بأبناء شعبنا الغيارى في النزول إلى الميادين والمشاركة الحاشدة، رفضاً للاحتلال السعودي ووفاءً للرموز القادة الذين عبروا بصريح العبارة أن دخول ما يسمى بدرع الجزيرة إلى البحرين هو احتلال، وواجبنا الوطني مقاومته والتصدي له بكل الوسائل المشروعة وعلى كل الأصعدة، وفاءً للمعتقلين، وفاءً للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطن مستقل تسود فيه العزة والكرامة وتدحر فيه الدكتاتورية والاحتلال.